الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لازلنا نتواصل وياكم مع فعاليات هذا المهرجان السنوي الكبير والبطولة 11 هنا على أرضية هذا الميدان، ميدان الشهيد فهد الأحمد الجابر الصباح، جوهرة الميادين. وتابعت ويانا وشاهدت شوط الثنايا وشوط الجذاع، وشوط الثنايا ذهب مع الذيبة لسعادة الشيخ قعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني بقيادة المشاقب محمد بن خالد العطية إلى دولة قطر، وشوط الإجداع ذهب بسم الله عليك إلى المملكة العربية السعودية بقيادة المضمر سعد بن طالب بن شريم المري، والملكية لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود. وينطلق هذا الشوط شوط الزمول، شوط الزمول، المسافة 10 كيلومتر، شوط الخنجر، شوط الخنجر وشوط السيارة الذي هذه الخنجر تخليد لذكر المغفور له باسم لسمو الشيخ زايد بن سلطان النهيان رحمه الله وطيب الله ذراه. ها هو الشوط، شوط الزمول. ونتابع وياكم أيها الحفل الكريم مشاهدين الكرام عبر قناة الثالثة الرياضية وقناة دبي ريسنج، نتابع مقدمة هذا الشوط. وأرى الآن السعدي في مقدمة هذا الشوط لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني بقيادة المضمر محمد بن خالد العطية. ننتقل إلى المركز الثاني، السفير في المركز الثاني لأبناء الأمير محمد بن سعود آل كبير بقيادة المضمر سلطان بن سلمان العتيبي. ننتقل إلى المركز الثالث وبنشوف وبناخذ اللي في المركز الثالث. نشوف وناخذ اللي في المركز الثالث في هذه اللحظات. المركز الثالث هنا صوغان لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة المضمر سالم بن حمد بن نهيان العامري. وفي المركز الرابع مريع لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان بقيادة المضمر يمع بن عتيق بن كسلة الرميزي. وفي المركز الخامس أرى شعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم على ظهر سراب. عملية التضمير والتدريب ترجع للسيد عبيد بن شينان المري. هذا أول ندى للمراكز الخمس الأوائل. ونرجع وإياكم أيها الحفل الكريم مشاهدين الكرام إلى مقدمة هذا الشوط وإلى المركز الأول. السفير بدأ الآن يسافر بمقدمة هذا الشوط. ها هو السفير تشاهدونه على الشاشة في هذه اللحظات يتسلل ويغير ويندفع إلى مقدمة هذا الشوط لأبناء الأمير محمد بن سعود الكبير بقيادة المضمر سلطان بن سلمان العتيبي. ننتقل إلى المركز الثاني، السعدي في المركز الثاني لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني بقيادة المضمر محمد بن خالد العطية. المشاقم متواجد مع السعدي في المركز الثاني. نشوف وناخذ اللي في المركز الثالث. سراب في المركز الثالث في هذه اللحظات لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم بقيادة عمدة المضمرين عبيد بن شينان المري. ننتقل وإياكم إلى المركز الرابع. وفي المركز الرابع أرى صوغان لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة المضمر سفير المضمرين سالم بن حمد بن هيان العامري. وفي المركز الخامس مريع في المركز الخامس لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان بقيادة المضمر المحترف يمع بن عتيج بن كسلة الرميذي. هذا ثاني ندى للمراكز الخمس الأوائل. وشوطنا يحتصر التعليق على المراكز الخمس الأوائل. وجائزة هذا الشوط سيارة، بالإضافة إلى سيارة هناك خنجر لذكر تخليد ذكر المغفور له سمو الشيخ زايد بن سلطان النهيان
رحمه الله وطيب الله وثراه. ننتقل إلى مقدمة هذا الشوط وإلى السعدي. السعدي لا زال مسيطر على مقدمة هذا الشوط في هذه اللحظات، يتسلل على حساب السفير إلى مقدمة هذا الشوط. السعدي لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني بقيادة المضمر المشاغب محمد بن خالد العطية. لكن السفير وسراب بدأ يتسرب ويغير وينتقل إلى مقدمة هذا الشوط. يا سلام يا سراب. سراب لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم بقيادة المضمر عبيد بن شنان المري. وفي المركز الثاني السفير، في المركز الثاني لأبناء الأمير محمد بن سعود الكبير بقيادة المضمر سلطان بن سلمان العتيبي، مضمر شوده اللي أنجزت الكثير والكثير من السيوف. ننتقل وإياكم إلى السعدي في المركز الثالث لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني بقيادة المضمر محمد بن خالد العطية. وفي المركز الرابع صوغان لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة المضمر سالم بن حمد بن هيان العامري. وفي المركز الخامس نشوف مريع في المركز الخامس لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد الهيان بقيادة المضمر يمع بن عتيج بن كسلة الرميذي. هذا ثالث نداء للمراكز الخمس الأوائل. ونرجع وإياكم أيها الحفل الكريم مشاهدين الكرام إلى مقدمة هذا الشوط وبالأخص إلى سراب. سراب لا زال مسيطر سيطرة كاملة، سيطرة فعالة على مقدمة هذا الشوط، وهو يحمل هذا الشعار، شعار النصر، لون السماء لون البحار. وملكية هذا الشعار لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم بقيادة عمدة المضمرين عبيد بن جنان المري الذي يضمر ويأمر على سراب في هذا الشوط. يا سلام المتابع نشوف. وناخذ السفير في المركز الثاني. السفير يبي يسافر ويلحق بسم الله عليك إلى أهالي المملكة العربية السعودية. السفير في المركز الثاني لأبناء الأمير محمد بن سعود الكبير بقيادة المضمر الغدير سلطان بن سلمان العتيبي الذي يحمل إشارة ممتاز في عالم هذا السباقات وفي التضمير. ننتقل وإياكم إلى السعدي. السعدي يبعدي، يا سلام يا سعدي. في المركز الثالث لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني بقيادة المضمر محمد بن خالد العطية. شعار طرابلس الذي انتزعت السيف من ميدان الشحانية، سيف أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. يا سلام الشعار العنابي واللون العنابي يغير وينتقل في هذه اللحظات إلى مقدمة هذا الشوط. يا سلام يا سلام يا سعدي. السعدي يبعدي، من قلنا السعدي يبعدي، غير وانتقل إلى مقدمة هذا الشوط لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني بقيادة مشاغب المضمرين محمد بن خالد العطية. وفي المركز الثاني السفير، في المركز الثاني السفير لأبناء الأمير محمد بن سعود الكبير بقيادة المضمر سلطان بن سلمان العتيبي. وفي المركز الثالث سراب لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم بقيادة عمدة المضمرين عبيد بن شينان المري. وفي المركز الرابع صوغان، في المركز الرابع لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة سفير المضمرين سالم بن حمد بن هيان العامري. وفي المركز الخامس مريع، في المركز الخامس لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد النهيان بقيادة المضمر المحترف يمع بن عتيج بن كسلة الرميذي. هذه النتيجة حتى هذه اللحظات. وبنسير مع مقدمة هذا الشوط مع السعدي، مع سراب، مع السفير ومع صوغان. يا سلام، ومع مريع في المركز الخامس أيضا يترقب الأوامر من مضمره ومدربه السيد يمع بن عتيج بن كسلة الرميذي للحاق في المراكز الأربع على أماميات. ومع السعدي يبعدي وهو في مقدمة هذا الشوط صاحب الإنجازات العديدة في ميادين دول مجلس التعاون. ها هو السعدي تشاهدونه على شاشة التلفزيون يغير إلى مقدمة هذا الشوط. لكن سراب بدأ يتسرب
إلى مقدمة هذا الشوط 5 كيلومتر، انتهينا منهن، باقي عن خط النهاية 5 كيلومتر بقيادة سراب. سراب يتسرب إلى مقدمة هذا الشوط لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم بقيادة المضمر عبيد بن حمد بن شنان المري، وفي المركز الثاني السعدي لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني بقيادة المضمر محمد بن خالد العطية، وفي المركز الثالث صوغان، في المركز الثالث لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة المضمر سالم بن حمد بن هيان العامري، وفي المركز الرابع نشوف وناخذ اللي في المركز الرابع. المركز الرابع مريع يغير الى المركز الرابع في هذه اللحظات لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد النهيان بقيادة المضمر يمعة بن عتيج بن كسلة الرميذي، وفي المركز الخامس المصقل لصاحب السمو الملكي الامير تركي بن محمد بن فهد آل سعود بقيادة المضمر عبد الرحمن بن سلمان العتيبي. هذه النتيجة حتى هذه اللحظات، وبنرجع إلى مقدمة هذا الشوط والصراع على حصول الخنجر والسيارة. شوط رئيسي شوط تحدي للزمول. يا سلام يا سراب، سراب لا زال يتسرب، ومن يمسك السراب ومن يشوف السراب، ها هو سراب تشاهدونه على شاشة التلفزيون. يا سلام يا سراب، لا زال يتسرب ولا باقي عن خط النهاية إلا 3 كيلومتر، 7 كيلومتر خلصنا منه، باقي 3 كيلومتر عن الفوز وعن التتويج، وسراب لا زال يتسرب في عمق هذا الميدان جوهرة الميادين. وسراب على مدرج رقم 1 لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم بقيادة عمدة المضمرين عبيد بن حمد بن شينان المري، وصوغان قادم بقوة، صوغان قادم ويتسلل إلى المركز الثاني في هذه اللحظات لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة سفير المضمرين السيد سالم بن حمد بن هيان العامري مضمر المرعوش الذي حصل على خنجر الثنايا الجعادين في سباق في هذا الصباح وفي هذا السباق السنوي الكبير. ننتقل إلى السعدي في المركز الثالث لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني بقيادة المضمر محمد بن خالد العطية، وفي المركز الرابع مريع بدأ يقترب بأوامر طفيفة من مضمره ومدربه والذي يقوم بعنايته عناية تامة السيد يمعة بن عتيج بن كسلة الرميذي. يا سلام يا مريع، والملكية لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان. ونشوف اللي في المركز الخامس، شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم بقيادة المضمر القرن السيد فيصل بن طالب بن شريم المري. هذه النتيجة حتى هذه اللحظات، ونحن نقترب من لوحة 2 كيلومتر بقيادة سراب، وسراب يتجاوز لوحة 2 كيلومتر، وها هو سراب لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم بقيادة المضمر عبيد بن حمد بن شنان المري. لا زال مسيطر سيطرة كاملة، سيطرة فعالة على مقدمة هذا الشوط. يا سلام يا سلام، وهو مرتاح بدون أي أوامر تذكر من المضمر والمدرب والذي يقوم بالعناية التامة السيد عبيد بن شنان المري. يا سلام يا صوغان، يتسلل على حساب سراب ويغير ويندفع اندفاع ذاتي إلى مقدمة هذا الشوط لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة المضمر سالم بن حمد بن هيان العامري. السعدي في المركز الثاني في هذه اللحظات لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني بقيادة المضمر محمد بن خالد العطية، وفي المركز الثالث مريع وشاهين شاهين ومريع في المركز الثالث، مريع لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد النهيان بقيادة المضمر يمعة بن عتيج بن كسلة الرميذي. شاهين في المركز الرابع لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم بقيادة المضمر فيصل بن طالب بن شريم المري، يغير إلى المركز الثالث. المركز الرابع سراب لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم بقيادة المضمر عبيد بن حمد بن شنان المري، وفي المركز الخامس
وأول ندى للعديد، العديد لسعادة الشيخ ثاني بن حمد بن خليفة آل ثاني بقيادة المضمر محمد بن خالد العطية، وكيلو متر الأخير، كيلو الامتحان، كيلو التحدي، كيلو السبوق، والسبوق تريح أعصابك، تشتهر ويشع طاريها لو تعشيها على ثيابك، ما تضيع مروتك فيها. يا سلام، يا هي نشوة الفوز، يا هي نشوة الفرح، وها هو صوغان لا زال مسيطر سيطرة كاملة، سيطرة فعالة على مقدمة هذا الشوط. يا سلام، صوغان لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة سفير المضمرين سالم بن حمد بن هيان العامري. وارى الآن العديد، العديد قادم بقوة إلى المركز الثاني في هذه اللحظات لسعادة الشيخ ثاني بن حمد بن خليفة آل ثاني بقيادة المضمر محمد بن خالد العطية، وفي المركز الثالث سراب لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم بقيادة المضمر عبيد بن شينان المري. الصراع شديد بين العديد وبين صوغان، صوغان والعديد، صوغان والعديد، يا سلام المعركة شديدة، المعركة طاحنة، ونحن نقترب من المنصة الرئيسية، نقترب من خط النهاية، نقترب من التتويج، والعديد يغير إلى مقدمة هذا الشوط. يا سلام، شعار طرابلس يقير إلى مقدمة هذا الشوط. ها هو العديد تشاهدونه على شاشة التلفزيون يعدي وينتقل إلى مقدمة هذا الشوط لسعادة الشيخ ثاني بن حمد بن خليفة آل ثاني بقيادة المشاق محمد بن خالد العطية. يذهب بالخنجر، يذهب بالخنجر مع السيف، هناك الذيبة ذهبت بسيف الثنايا، وهنا العديد يذهب بالخنجر إلى دولة قطر إلى هالي الشحانية مع العنابي. تهانينا لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد، لسعادة الشيخ ثاني بن حمد بن خليفة آل ثاني، وتهانينا للمضمر محمد بن خالد العطية. المركز الثاني صوغان لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم. المركز الثالث سراب لسمو الشيخ حمدان بن رايد المكتوم. المركز الرابع شاهين لسمو الشيخ حمدان بن رايد المكتوم. المركز الخامس مريع لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل هيان. المركز الرابع كان من نصيب مريع، مريع في المركز الرابع لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل هيان. المركز الخامس كان من نصيب شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. شاهدت ويانا أيها الحفل الكريم، مشاهدين الكرام، شاهدت العديد وهو يغير ويعدي إلى خط النهاية وينتزع الخنجر ويذهب بالخنجر إلى دولة قطر إلى أهالي الشحانية مع هذا الشعار، الشعار العنابي، شعار طرابلس. تهانينا لسعادة الشيخ ثاني بن حمد بن خليفة آل ثاني، وتهانينا أيضا للمضمر محمد بن خالد العطية، وسلام سلام عليكم يا أهل الدوحة. في هذه اللحظات بنحيل الميكروفون إلى الزملاء في الاستوديو، من بعد الاستوديو والشوط الرئيسي مع الزميل عادل المطيري إن شاء الله، شوط التحدي، شوط السيف، شوط الحول اللي ما بعده شوط، بعده ينسد الستار على هذا المهرجان السنوي الكبير. يعني لا يكتفي، لا يقتصر فقط على الميدان، وانما هناك خارج الميدان نادي الكويت بالفعل قائم بجهد جبار ايضا في تقديمه بشكل جميل بالفعل، هو ختام.